قالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة كيلي جرافت أن العمل جار على تمثيل كافة المكونات السورية في جنيف وعلى وجه التحديد قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى تمسك الإدارة الأمريكية بقانون العقوبات قيصر في إطار البحث عن حل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254. دعم مشاركة قوات سوريا الديمقراطية وكافة مكونات سوريا في مؤتمر جنيف حول سوريا وتطورات مسيرة عملية الانتقال السياسي من أولويات الإدارة الأمريكية بحسب سفيرتها لدى الأمم المتحدة. سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أكدت في تصريحات صحفية أنهم يعملون على تمثيل جميع السوريين لقيادة عملية الانتقال السياسي في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 في مباحثات مؤتمر جنيف وعلى وجه التحديد قوات سوريا الديمقراطية. وحول تطورات مسار عملية الانتقال السياسي في ظل قانون عقوبات قيصر الأمريكي، قالت كرافت إن هذا القانون أمر تتمسك به الإدارة الأمريكية في إطار البحث عن حل يتماشى مع القرار 2254 لتعزيز قدرة المجتمع الدولي على مساءلة الحكومة السورية على الفظائع التي ارتكبتها، مؤكدة ضمان التزام الولايات المتحدة بمهمتها في سوريا التي تتركز على هزيمة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين. وحذرت كرافت من محاولة روسيا التضييق على السوريين وتسييس المساعدات الإنسانية وإمكانية إيصالها لهم من خلال السماح لمعبر واحد فقط بإدخال المساعدات، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة. وأشارت كرافت إلى أن سلوك روسيا من خلال دعم الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا هو مثال على سلوكها العام والقائم على الانخراط في أعمال التضليل والخيانة لسيادة القانون والديمقراطية. وأوضحت السفيرة الأمريكية أنهم يضعون بعين الاعتبار أنهم يمثلون جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن وليس فقط 15 شخصا، وأنهم مسؤولون من خلال هذا الكيان عن إرساء السلام والاستقرار سواء من خلال مجلس الأمن أو الجهود المستقلة للمنظمات غير الربحية التي تنشط لتعزيز أهداف مجلس الأمن في سوريا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور إبراهيم مسلم، أكاديمي وباحث سياسي. دكتور إبراهيم، من جديد مرحبا بك على شاشة اليوم. نفهم في البداية معنى أن تشارك قسد في مؤتمر جنيف، ما أهمية ذلك؟ أسعد الله أوقاتكم وأوقات مشاهديكم. شكرا لك. طبعا في الحقيقة قسد أو حتى جناح سياسي مسد يمثل شريحة من المجتمع السوري، ولا بد أن يكونوا ممثلين في هيئات التفاوض في مؤتمرات المنعقدة من أجل إيجاد حل للأزمة السورية، إلا أن المعارضة المتمثلة بأجندات خارجية كانت تحول دون مشاركة هذا الجزء. يعني هذا الجزء إذا نظرنا إلى الخارطة الجيوسياسية والديموغرافية لسوريا نجد بأنها أكثر تمثيلا من بقية الكتل والكيانات السياسية الأخرى. لماذا؟ لأن قسد أو جناحها السياسي مسد يمثلون تيارات سياسية من أبناء المنطقة موجودين في بقعة جغرافية تم تحريرها وقد دفع ثمنه عشرات الآلاف دماء الشهداء بتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي وإنشاء كيان سياسي متمثل بالإدارة الذاتية. هذا الكيان تجربة ديمقراطية حقيقية ربما ستكون تجربة لسوريا المستقبل ككل. لذلك تمثيلهم في جنيف ضرورة ملحة من أجل حل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. طيب، ما هي دلالات الرغبة الأمريكية بمشاركة أو بمحاولة إشراك قسد في هذا المؤتمر في هذا التوقيت؟ في الحقيقة يعني سوف أتحدث عن وجهة نظري. تفضل، كل رياحة. المبادرة الأمريكية الأخيرة، طبعا هذا الحديث الذي تم يعني أن نناقشه الآن أتت بعد زيارة قائد القوات التحالف الدولي لجنرال مظلوم عبدي، هم هكذا يصرحون. لكن لنعد
إلى الخلف قليلا، لماذا قائد قوات التحالف زار جنرال مظلوم؟ أيضا ردا على زيارة قائد القوات الروسية. في الحقيقة أمريكا ليست جادة، إن كانوا بالفعل يريدون محاربة داعش، داعش الآن موجودة في غريسبي تل أبيض وفي سريكاني راس العين، وموجودة في مناطق درع الفرات، المناطق المحتلة من تركيا. كلنا يعرف بأن هذا المحتل التركي هي الجهة التي كانت ترعى الإرهاب، فهم إذا كانوا بالفعل يريدون محاربة الإرهاب عليهم أن يحاربوا هذه الفصائل الموجودة في هذه المنطقة. طيب، هؤلاء كانوا بالأساس قادة في تنظيم داعش الإرهابي ورجعوا إلى تركيا عند دحر داعش، والآن عادوا بزي جديد تحت اسم الجيش الوطني. طيب، راح نتوسع بهاي الفكرة وفكرة زيارة قائد القوات الأمريكية إلى المنطقة، إلى منطقة شمال وشرق سوريا أكثر في المحور الثاني دكتور إبراهيم. الآن أمريكا تقول مشاركة قسد في مؤتمر جنيف أضحى من أولوياتنا، وأنت تشكك بهذه الجدية الأمريكية، أليس كذلك؟ يعني الأمريكان يرغبون إيجاد حل، لكن دائما يضعون بعض الأولويات، المصالح. هم يفضلون المصلحة مع تركيا أكثر من مع الإدارة الذاتية، لنكون واقعيين. يعني أمريكا الآن، تركيا أقصد الآن، واقفة بشكل تحدي لفرنسا، دولة عظمى وموجودة في الاتحاد الأوروبي وبنفس الوقت عضو في حلف الناتو. إذن الأمريكان، أنا لا أثق بالأمريكان ولا الروس، هم يفضلون تحقيق مصالحهم على مكاسب الشعب على الأرض. هم لا يهمهم كيف سيكون شكل الحل. ألا تلاحظ بأن هناك تغيير في التعاطي الأمريكي مع القوى السياسية في شمال وشرق سوريا؟ كانت هناك جهود أمريكية لتقريب وتوحيد الكرد السوريين، واليوم تقول ممثلة أمريكا في الأمم في المجلس الأمن بأن مشاركة قسد الذي الأكراد هم جزء من هذا الجسم العسكري، جزء أساسي منه، تقول أضحى من أولوياتنا. نعم، أنا لا أريد أن أكون سوداوي، و أنا أتمنى أن الأمريكان يلعبون دورا إيجابيا للمنطقة، وأن يفكروا بالشعب السوري، وأن يفضلوا الشعب السوري على مصالحهم في المنطقة، لكن الحقيقة ليست كذلك. أيضا الجهود الأمريكية من أجل التوحيد الكرد أيضا من أجل إرضاء تركيا. كلنا يعرف تركيا لا ترغب بأن تكون المنطقة، منطقة الإدارة الذاتية، تحت أو بقيادة قسد فقط. هم يريدون أن يخلقوا نوع من التوازن لكي ترضى تركيا أيضا، لكن تركيا لا ترضى. تركيا ما دام هناك مشروع فيه نفس كردي لا يقبل. يعني إن كانت هناك كما قال بعض أساس الكرد في تركيا، إذا كان هناك مشروع كردي على القمر فأنهم سوف يحاربونه. طيب، لذلك أنا برأيي المصالح تقتضي أن أمريكا تقوم بهذه الإجراءات وبهذه المبادرات، لكن يبقى الوحدة الكردية أمر ملح، وبالنهاية القسد والكيانات السياسية الموجودين في المنطقة اعتمادهم على ذاتهم هو الأساس. دائما المصلحة هي التي تخلق الفرصة وتجعل من الدول العظمى كأمريكا وروسيا أن يأتوا إلى المنطقة ويضعوا مبادرات من أجل أن يبينوا حسن نية، لكن لا أثق. يعني للأسف الأمريكان لديهم العديد من التجارب، فقد خذلوا شعوب المنطقة من خلال انسحاباتهم ومن خلال اتفاقهم مع تركيا وسمح لهم باحتلال المناطق. فينا نفهم بشكل مختصر المعوقات التي كانت تحول دون مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمر جنيف؟ المعوقات هي تركيا، يعني بالدرجة الأولى تركيا وقطر. طبعا تركيا وقطر محور واحد، المحور الأخواني.
يرى طبعا ومن خلفها تركيا يرى أن مشاركة الكرد أي سحب البساط من تحتهم، وبالتالي لن يبقى لهم أي قيادة في سوريا المستقبل. هم يخشون عند مشاركة قسد أي سوف يكون هناك حل الأزمة السورية، وهذه المعارضة المتمثلة بالائتلاف وجماعات أخرى لا تريد حل الأزمة السورية، لأن حل الأزمة السورية يعني وقف حنفيات الدعم والتمويل السياسي، وبالتالي يفقدون كل خيوط اللعبة القذرة الموجودة في المنطقة. هم دائما يريدون أن يكونون موجودين وأن يستفيدوا من الأزمة. طيب، هؤلاء تجار أزمة. هل أمريكا قادرة على تعبيد الطريق وتذليل العقبات أمام أسد للمشاركة؟ في ظل، أنا برأيي في ظل القيادة الأمريكية الحالية، وربما ترامب يبقى على في سدة الحكم، لكن في ظل هذه الظروف ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية سوف يكون هناك عملية شد وجذب وارتخاء إلى أن يروا حل مناسب للأزمة. لكن ما دام هناك قيادات سواء كان تحالف الدولي وقيادات روسية يزورون قيادة قسد، فهذا يعني لا زالت الفرصة سانحة من أن يكون هناك حل للأزمة السورية. أنا أرى مشروع الإدارة الذاتية في المنطقة هو نموذج مصغر لسوريا المستقبل إن وجد الحل في المستقبل القريب. طيب، إن شاء الله. الإدارة الأمريكية تقول بأنهم مصرين على تطبيق عقوبات قيصر وتنفيذ القرار 2254. اليوم بعد نحو شهر من تفعيل هذا القانون، كيف تقيمون نتائجه؟ وهل حقا ممكن أن يحدث تغييرا جذريا في المعادلة السورية؟ في الحقيقة أعتقد تحدثنا سابقا عن هذا الموضوع، موضوع قانون قيصر. يعني بالأساس النظام السوري معاقب، البنك السوري معاقب، رجال الأعمال السوريين معاقبين. يعني أنا برأيي قانون قيصر هو موضوع إعلامي فقط لا غير، لأن الإجراءات الأساسية بالأساس التي كانت تطبق بحق النظام السوري من غير قانون قيصر كان بإمكانهم أن يحلوا هذا النظام ويخلقوا نظام سياسي جديد في سوريا. قانون قيصر أثر على الشعب السوري أكثر من تأثيره على النظام السوري.